أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك توحيد يسمى بتوحيد المتابعة، وما الدليل عليه إن وجد؟ ليس هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة. المشهور عند أهل العلم أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعضهم يقول توحيد نوعان: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويجمل يدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، كما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وغيره. أما أن المتابعة واجبة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تدخل في التوحيد، لأن التوحيد ضده الشرك، والمتابعة ضدها البدعة. يقال الذي لا يتابع الرسول لا يقال له مشرك، يقال له مبتدع. مبتدع. والعمل له شرطان: الشرط الأول التوحيد والإخلاص، الشرط الثاني المتابعة. المتابعة مستقلة عن التوحيد. نعم.